جيراني، أنا زينجو. أنا سلين، وهذا المنطاد بيزمارك. أهلا بك. جئت بهدية بسيطة للتدفئة. ستجعل منزلكم أكثر جمالا. هذا الجديد. كلاسيك زينجو. سأوصل بك. أنا وقت استعارتك بسكر. أهلا أصدقاء زينجو، هل أعجبتكم الحلقة الأخيرة؟ إن أردتم الاستمتاع بعروض أكثر، تأكدوا من تحميل التطبيق الجديد. لا تحاول تحميله. لماذا جوان؟ لن يأخذ أي مساحة. قلت لا، التابلت مليء بتطبيقاتك الكثيرة أصلاً. مثل ماذا؟ تطبيق التحديق، الحاسبة التي لا تعرف الحساب. وانظر، أتظنها فكرة جيدة أن تأكل سطح التابلت؟ مذاقه أحلى من العنب. قلت لا تطبيقات أخرى على التابلت. حسناً، لنأخذ رأي شوكروك في هذا الموضوع. لا شكراً. أها، تم التحميل. أهلاً بكم في عالمي. ماذا يحدث؟ بن، هل كسرت ال... لحظة واحدة، أنا في عالمي زينجو. رائع جداً. انظري إلي. ماذا يحدث؟ وأين زينجو؟ لست في عالمي؟ لست في عالمي! أولي، مكان مدهش للغاية. حديقة الشوكولاتة. الفرش الآلي. مستحيل، كانت أمنيتي أن تلمع عيناي في الظلام. ما هذا الماء؟ بيزمارك، سكلين، أصدقائي الرائعين. شكراً، أخبرني، هل أنت جائع؟ بالتأكيد. أولا، أجل، شكرك ما زال هنا. بيتكم الجديد. مذهل جداً. هاي فايف. أجل. أين زينجو؟ ماذا يفعل هناك؟ إنه يحجز فطيرة. ربما مل من الوجبات السريعة و... باردون موا؟ يتطلع لطعام حقيقي معنا. آسف على الإزعاج. لذلك يعد العشاء عشاءً كبيراً وحقيقياً. أها، فهمت. الطعام جاهز. وبن بداخل التابلت؟ نعم، تبادل المواقع وكلاهما سعيد بعالمه الجديد. وتبادلهما كم سيستغرق من الوقت؟ ماذا ينقصنا؟ اسباجيتي فراء القط؟ سلطة رباط الحذاء مع صلصة معجون الأسنان؟ السمك! نسيت السمك! كان هذا مملاً. غبت 5 دقائق فقط. أسوأ 5 دقائق قضيتها. أخبرني، ماذا يفعل الناس الطبيعيون أيضاً؟ اقذف. أجل. صوت الأطباق هذا ممتع. اقذف. أجل. المكان رائع. ماذا سنفعل الآن؟ موسم الإمساك بالهيبو؟ بيزمارك، أنت في مشكلة. سأتصرف. الإمساك بالبط؟ الإمساك ببن. أجل، لطيف جداً.